مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه التغطية المباشرة التي نتابع فيها مستجدات الأحداث محليا وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي. في لقاء اليوم سنناقش مع حضراتكم موضوعين الحقيقة مهمين. الأول منهم سيكون عن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أعلن فيه نتائج أو كرم فيه كذلك المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 23-24، واللي بلغ عدد 590 ألف طالب بنسبة نجاح وصلت ل 81.3%، وتكريم أوائل الثانوية العامة. أيضا سنناقش اليوم كذلك من موضوعاتنا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي ونظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب لتناول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وأهمية التعاون بين مصر ولبنان في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. مرة ثانية أهلا بحضراتكم. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن عدد الطلاب الناجحين بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 و2024 بلغ 590 ألف طالب بنسبة نجاح 81.3%. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد عقب تكريم أوائل الثانوية العامة مدى التزام الدولة بتقديم ما هو أفضل للطلاب ومواصلة العمل لتحقيق أفضل خدمة تعليمية متطلعا إلى مستقبل أفضل يحمل في طياته نجاحات يستحقها طلاب مصر بدعم كامل من القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية. مستقبل مصر، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما هو أفضل لهم بإذن الله. أتعهد بأننا سنواصل العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا وبناتنا، وأننا سنظل منفتحين على آرائكم ومقترحاتكم، ونتطلع إلى مستقبل يحمل في طياته نجاحات يستحقها أبنائنا وبناتنا بدعم كامل من القيادة السياسية، والتي لا تألو جهدا في توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية. للتعليق ينضم إلينا مباشرة الكاتب الصحفي أستاذ محمد أشرقاوي الصحفي برازيل يوسف. أهلا وسهلا أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا، يسعدني أنه يكون مشاركة حضرتك معنا بالتأكيد للتعليق على الثانوية العامة. والنهاردة مصر فيها حالة من حالات الفرح الحمد لله بنتيجة أبنائنا الطلاب ونجاحهم وتفوقهم. واسمح لي هنا في البداية أستاذ محمد أسأل حضرتك، يعني لماذا هذا العام النتائج مرتفعة؟ وده شيء طيب بالتأكيد، إنما إيه السر وراء ارتفاع نسب النجاح هذا العام والتقدير العام 81.3% عن نظيره من الأعوام السابقة؟ يعني خلينا طبعا أولا نبارك للطلاب الناجحين في الثانوية العامة هذا العام. نعم. وبنشكر أيضا القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة أيضا هذا العام، لأنهم لم يدخلوا جهدا لخروج هذه النتيجة دون أي وجود أي خطأ في هذه النتيجة. خلينا نقول إن احنا السنة دي دخل في امتحانات الثانوية العامة تقريبا 729,835 طالب. عدد اللي نجحوا في الثانوية العامة هذا العام 590,992 طالب. بنسبة نجاح وصلت ل 81.3%. حضرتك بتتكلمي ان نسبه النجاح طبعا لما نقارنها بالثلاث اعوام السابقه اللي كانت في 2021 كانت 73.6، النهارده بنتكلم على 81.3، تقريبا في 9 زياده في اعداد الناجحين. ايوه. ثم 21-22 كان 74.5، ثم 22-23 كان 78.8. ايضا هناك زياده هذا العام عن العام الماضي بتقريبا 2%. طيب احنا دايما بنقول ان امتحانات الثانويه العامه هي المفروض بتقيس المستويات العليا للتفكير وبتقيس الجوانب التقييم المختلفه بالنسبه لطلاب الثانويه العامه. ما بيبقاش في مؤشر صحيح
ولا نقدر نستند عليه ونقول ليه نسبة النتيجة السنة دي أفضل من السنة اللي بعدها. ربما تكون طبيعة امتحانات، ربما يكون طلاب هذا العام أفضل من ناحية التدريب والتعليم والاستذكار أفضل من العام الماضي. خلينا برضه نتفق إن بالإحصائيات اللي أنا قلتها دي أن هناك منذ عام 21 حتى 24 أي 4 سنوات دراسية كان لسه بادئ 21 أو في 20 النظام التقويمي الجديد. نعم. وبالتالي كان ده من وجهة نظري التحليلية. ووجهة نظرك أستاذ محمد سليمة للغاية، لأنه نائب وزير التعليم أشار إلى أنه السنوات الماضية كانوا الطلاب بصدد التعرف على فكرة البابل شيت والطريقة الجديدة في المذاكرة وفي التصحيح. والدليل على ذلك أن احنا سنويا منذ 21 منذ 2021 كانت النتيجة 73، طب السنة اللي بعدها 74، طب السنة اللي بعدها 78، يعني في ارتفاع 2023 24 ل 81. إذا هذا يعني أن بدأت الطلبة وأولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بمختلف أنواعهم سواء معلم أو إداري أو مدير مدرسة أو مدير إدارة أو مدير مديرية أيا ما كان اللقب الوظيفي، بدأنا واحدة واحدة نفهم الإطار الجديد للتقويم والعملية الامتحانية الجديدة. طيب أستاذ محمد، الوزير النهاردة في كلمته أشار إلى استمرار الوزارة بشكل عام في دعم العملية التعليمية والإتيان بكل ما هو جديد ويخدم العملية التعليمية والدفع بعملية التطوير بشكل عام، والحقيقة أن الثانوية العامة لغز محير أمام تقريبا كل وزراء التعليم المتعاقبين على هذه الوزارة، وطبعا لغز محير أكثر أمام أولياء الأمور والأسر وحتى الطلاب بشكل عام. لماذا الثانوية العامة تمثل هذا العبء الكبير في رؤوس الطلاب وأسرهم والمجتمع المصري الحقيقة؟ يعني بيبقى في حالة من حالات الحشد كده من الصيف لمن هو قادم للثانوية العامة. يعني خليني طبعا أقول في البداية أن مشكورا الوزير النهاردة يعني عبر عن توجهاته في المرحلة القادمة واتكلم على العمل المشترك لمثلث العملية التعليمية سواء المعلم أو الطالب أو ولي الأمر، والراجل بيمد إيده لكافة الجهات وبيقول أنا بفتح إيدي وأضرعي لكافة الاتجاهات وكافة المقترحات علشان نغير من منظومة التربية والتعليم والمدارس ونصبح عندنا تعليم ذو جودة يعني يحقق طموحات المعلم ويراعي ميول الطالب ويصل بولي الأمر إلى مرحلة الرضا عما هو موجود في المدارس. ده المثلث اللي احنا بنقول عليه. طيب احنا النهاردة بنتكلم ليه الثانوية العامة كما نطلق عليها في الإعلام هي بعبع التربية والتعليم أو بعبع الحياة؟ احنا عمرنا ما جينا على الجامعة ولا الطب وقلنا ده بعبع كل حياتنا، بنقول طالما هي عنق الزجاجة الوحيد الذي يرسم مستقبل مصر وطلاب مصر إذا سيظل بعبع. عشان كده كل احنا كخبراء في التعليم دايما بنناشد بإعادة النظر في أن يصبح الوصول إلى الجامعة هو فقط المجموع. ليه؟ لأن بالتأكيد في ميول ورغبات لو تم الطالب اكتشافها والعملية التعليمية تم اكتشافها من الممكن أن توجه الطالب لكلية هي أقل من مجموعه لكن تمشي مع رغباته وميوله، وبالتالي نصبح عندنا مجموعة من المواهب والنابغين. عشان كده أنا دايما أقول إيه المشكلة من وزارة التربية والتعليم منذ التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال اللي احنا بنسميها TG1 تعمل لكل واحد حاجة اسمها ملف تعليمي بيصب درجات الطالب وميوله وتطوراته، فيجي في الإعدادية وزارة التربية والتعليم يكون لها وجهة نظر فتقول يا محمد الشرقاوي طبقا لدراسة الحالة بتاعتك من TG1 حتى تالتة إعدادي احنا نرى كمتخصصين وكوزارة ان انت تلتحق بعلمي رياضة وانت يا فلان تلتحق بكذا، ويدونا خريطة كولي أمر ليه انت قلت ان ابن ده يحقق في علم الرياضة وما يحققش في علم علوم. كلام منطقي جدا. وبالتالي يبقى احنا عندنا فن ليه
خريطة ومستقبل مصر وطلابها بما فيهم العبقري والمتوسط والضعيف والأقل من الضعيف. طول ما أنا ماشي في هذه المراحل عندي واحد ضعيف ببعث لولي الأمر له خلي بالك أنت في المرحلة الابتدائية ابنك كان ضعيف واحد اثنين ثلاثة برجاء تقويمه عشان هو داخل على المرحلة الإعدادية. وتصبح الدولة لديها خريطة كاملة وبؤر وأماكن لكل طالب على مستوى الجمهورية ونرسم خريطة مستقبلنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وليس بالتعاون ما بين الطالب وولي الأمر. وإن كان من الممكن أن يكون رأي وزارة التربية والتعليم في تحديد مستقبل الطلاب هو رأي اختياري يعني رأي اختياري. استشاري يعني استشاري مش شرط يكون اجباري لان ما ينفعش يبقى جايب مجموع طب فتقول له لا انا شايف ان هو يخش مثلا طب اسنان وتجبرني ادخله طب اسنان لكن انت لما ترسم الخريطه دي و100 الف طالب بيوافق و300 ما يوافقوش والسنه اللي بعدها تبدا تزيد والناس تثق في خريطه ومستقبل طلابها من خلال رؤيه وزاره التربيه والتعليم هتلاقينا في يوم من الايام كلنا بنستند الى تصنيفات وزاره التربيه والتعليم في الحق ابنائنا بالكليات التي تتوافق مع حاجتين المجموع والميول والرغبات وده شيء مهم وسوق العمل كمان استاذ محمد طبعا. فكرة حضرتك الحقيقة هايلة أستاذ محمد لأنها كمان بتضمن حالة من حالات التقييم الدوري للطالب لأنه إحنا عندنا أبناء في إعدادي وما زال عندهم مشكلات في اللغة العربية وفي الإملاء على سبيل المثال وفي غيرها من العلوم طبعا يعني إنما إحنا بنتفاجئ بمشكلات كان لابد من علاجها أو التنبه ليها منذ البداية ومن نعومة الأظفار ده حقيقة عشان كده بنقول إن إحنا لازم العملية التعليمية تكون مشاركة زي ما الوزير النهاردة بيقول ما بين المؤسسات المهتمة بهذا الشأن القيادة السياسية صدقيني بتدعم المنظومة التعليمية بكل ما أوتيت بقوة وبالدليل على ذلك أن تكييفات الدكتور حكومة الدكتور مدبولي الأخيرة كان واضح فيها من تكليفات الرئيس للحكومة هو تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع من التعليم والصحة خليني بقى أوقف نظر برضو حضرتك والسادة المشاهدين إلى حاجة مهمة جدا وننتظر أن يتم عليها بعض الدراسات اللي هي إيه؟ النهاردة لما نتكلم على النسب المئوية في نجاح كل نظام تعليم يعني مثلا الثانوي العام مدارس الثانوي العام نجح فيها 86.9 من عدد الطلاب المتقدمين اللي في المدارس الخاصة اللغات نجح فيها 91.8 تعالي بقى النقطة دي اللي احنا نطالب وزارة التربية والتعليم أن تنظر إلى هذه النسبة وتقول وتجري دراسات تقول لماذا خلي بالك طلاب المنازل والخدمات الثانوية العامة نسبة النجاح بتاعتهم 56.3% إذا هي نسبة ضئيلة ده معنى ذلك أن طلاب المدارس والخدمات 50,000 طالب نجح منهم 25,000 طالب لازم هنا يبقى في دراسة من وزارة التربية والتعليم ليه النسبة دي قليلة في حين أن طلبة الثانوي العام الطلبة النظاميين نجح فيهم 86% طب طلبة الرسم لغات 88% طب طلبة المدارس الخاصة 91% إذا النقطة دي لازم يتعمل عليها دراسة هل بقى طلاب المنازل والخدمات ما عندهمش الخدمات والعملية التعليمية والانتظام في المدارس زي طلاب الانتظام لأن دي هتبقى نقطة مهمة جدا جدا بلفت النظر بها النقطة برضو اللي عايز أتكلم فيها مع طلاب الثانوية العامة تقريبا من 75% إلى 80% يعني عدد الطلبة اللي جايبين من 70% إلى من 75% إلى 100% عندنا زيادة في هذه الشرائح يعني إذا الكليات اللي السنة اللي فاتت خدت من 75% إلى 100% في تخيلي أن هذا العام هتاخد درجات أعلى تنسيقها هيبقى أعلى من العام الماضي اللي تحت كده اللي هم من 50% إلى 75% تقريبا عدد الشرائح في المجموع ده أقل من السنة اللي فاتت يعني إذا ممكن تاخد الكليات اللي كانت في الشريحة من 50 ل 75% السنة اللي فاتت
هتبقى تقريبا نفس السنة دي أو السنة دي هتبقى أقل كمان من السنة اللي فاتت. علينا أن نتوقع ارتفاع في تنسيق القبول في الجامعات المصرية لعدد كبير من الكليات سواء للقسم العلمي علوم أو رياضة أو أدبي اللي هم جايين من 75% إلى 100% لأن نسب النجاح في هذه مرتفعة السنة. مهم كمان أستاذ محمد الانفتاح على التخصصات الجديدة والكليات الجديدة، وإحنا الحقيقة يعني استحدثنا كتير من التخصصات المهمة اللي أصبحت هي المهمة لهذا العصر. يعني السيد الرئيس أيضا كان أشار إلى ضرورة الانفتاح على بعض المناهج الدراسية والأقسام الدراسية الجديدة المهمة لسوق العمل الحالي. برضه التحية لحضرتك بالتأكيد أستاذ محمد الشرقاوي الكاتب الصحفي برازيل يوسف، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المتابعة، وأيضا كل التهنئة والتبريكات لأبنائنا أبطال الثانوية العامة واللي حصلوا على درجات جميلة وتم تكريم أوائلهم اليوم في حضور وزير التربية والتعليم. أيضا التبريكات والتهنئات لأسرهم، كل الشكر لحضراتكم وبالتوفيق إن شاء الله في مستقبلكم القادم، وأنتم عماد المستقبل القادم لمصر، كل التوفيق لأبنائنا الطلبة. الآخر والمتعرض للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بمشاركة مع وزير خارجية لبنان، بالتحديد أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي أن مصر تدين وترفض كامل الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن السياسات التصعيدية التي تنتهجها إسرائيل ستؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب. ولا شك أن هذه الزيارة الهامة تأتي في توقيت شديد الأهمية والحساسية في ظل كما تعلمون التصعيد الجاري في المنطقة بشكل خاص، وفي ظل ظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة، وهو ظرف بالتأكيد ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على أهالينا في قطاع غزة، وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وامتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من ذلك. أيضا أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ثبات موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وشعبه الشقيق من خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية. على مواقفنا الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية من دعم مصر الكامل وتضامنها مع لبنان حكومة وقيادة وشعبا، والتأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها واستقراره وأمن الشعب اللبناني الشقيق. من جانبه ثمن وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب دور مصر لاحتواء التصعيد بالمنطقة ودعمها وتضامنها مع لبنان، مطالبا في الوقت نفسه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والامتثال إلى قرارات مجلس الأمن. أضاف أبو حبيب أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يعكس رغبة تل أبيب في إطالة أمد الصراع. إن لبنان يثمن عاليا الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد، ويأمل مواصلة دعمها له خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بتأمين مظلة حماية عربية للبنان جراء النيات والخطط العدوانية الإسرائيلية لتوسيع رقعة الحرب، وسعيا للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. أما التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة فأنه يقود الاتصالات والجهود التي تبذله مصر للتهدئة،
ويضرب بعرض الحائط مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2735 الذي تبنى هذه المبادرة، ويعكس نيات إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع. للتعليق ينضم إلينا دكتور أحمد شديد الكاتب والباحث في الشأن الإسرائيلي. تحياتي لك دكتور، أهلا وسهلا. دكتور أحمد بلغ التحية لحضرتك، وبداية كيف تابعت حضرتك المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية المصري ونظيره اللبناني؟ نشط الدبلوماسية المصرية منذ 3 أيام من أجل وقف تدهور الأوضاع بالمنطقة على مستوى الإقليم بأسره، بدأت باتصالات مصرية إيرانية، واليوم هناك تحرك على الصعيدين المصري واللبناني. هذا في إطار محاولات الشقيقة مصر لمنع أو وقف عدوان واضح أن معالمها أصبحت واضحة تعده إسرائيل على لبنان، وذلك من أجل إطالة أمد الحرب وإطالة أمد التوتر إن كان ذلك داخل قطاع غزة أو خارجها، في سعي واضح من بنيامين نتنياهو إلى جر المنطقة إلى مربعات لا يحمد عقباها. ولم يكتفي بنيامين نتنياهو ب40,000 شهيد وتشريد أكثر من 2 مليون وإصابة 100,000 في قطاع غزة، يريد بنيامين نتنياهو أن يشبع رغباته ورغبات الأحزاب السياسية التي تشاركه الائتلاف الحكومي أن يوسع هذا العدوان، يوسع هذا الصراع إلى ما هو أبعد من الحدود الفلسطينية. نعم دكتور أحمد، موقف مصر الحقيقة ثابت وأشار إليه وأوضحه وزير الخارجية المصري اليوم في المؤتمر الصحفي، دعم مصر الثابت للبنان ولسيادتها ولشعبها، وأيضا أشار وزير الخارجية المصري إلى موقف مصر الثابت أيضا من فكرة حل الدولتين، ولكن هناك بالتأكيد بعض المعوقات التي تعوق دون إحلال ذلك أو دون نفاذ ذلك. برأي حضرتك أهم هذه المعوقات بخلاف طبعا الكيان المحتل وتعنته البارز؟ الدعم الامريكي، يعني الدعم الامريكي هو عامل، الدعم الامريكي هو عامل توتر في المنطقه، واعتقد بانه بعض الرسائل الروسيه وصلت ان كان للطرف الايراني او غيره ان الدور الامريكي في المنطقه هو دور عبثي يتجاوز مساله الوساطه او مرحله الوساطه التي حاول ان يسوقها على المنطقه في فترات زمنيه ماضيه وسابقه. اذا اليوم الدور الامريكي هو دور عبثي في المنطقه، الدور الامريكي الذي بامكانه ان على الاقل يخفف وطأة الصراع وحدته في المنطقه، نراه يدعم الاسرائيلي بكل ما اوتي من قوه ومن سلاح ومن دعم اقتصادي، وهذا بكل تاكيد سيدفع بنيامين نتنياهو الى المضي قدما في غليه وطغيانه وجرائمه. لذلك المطلوب اليوم هو الذهاب الى الامريكي مباشره، على اعتبار بان الاسرائيلي مفلوت العقال وحساباته السياسية ليست بالعميقة، يقوده بعض الروايات، القيادة الإسرائيلية اليوم تقودها بعض الأقاويل والروايات إن كان لجابوتينسكي أو لغيره التي مضى عليها أكثر من 100 عام. إذن الآن الدور الأمريكي في المنطقة هو دور عبثي يهدف ويسعى إلى توتير المنطقة أبعد مما هي عليه. تستطيع الإدارة الأمريكية، وهذا السؤال طرح كثيرا وأشبع بحثا، تستطيع الإدارة الأمريكية أن تفرض على الإسرائيلي الكثير من القضايا؟ لذلك مسألة أن الأمريكي رهين للصوت اليهودي وأن المال اليهودي هو الذي يحرك الاقتصاد الأمريكي، هذه أقاويل يعني لا مكان لها من الإعراب. شاهدنا كيف قبل 40 عاما عندما ذهب جوناثان بولارد للتجسس على البحرية الأمريكية تم اعتقاله والحكم عليه ب30 عاما وقد أمضاها في السجون الأمريكية، ولم تشفع له كل الوسطات اليهودية والإسرائيلية في العالم. إذن الموقف الأمريكي العبثي الذاهب إلى توتير المنطقة والموتر للمنطقة هو الآن الذي بالإمكان أن نوجه له إصبع الاتهام في ظل حكومة صبيانية لا ترى أبعد من رأس يعني منخارها حقيقة، وترى الأمور من زاوية القوة والصاروخ والقذيفة، وصولا إلى ما قاله نتنياهو وأحد وزرائه قبل أيام أن استخدام السلاح النووي حاضر بالفهم والبعد التكتيكي إذا ما هوجمنا من إيران بشكل كبير. إذن الإدارة الأمريكية تستطيع ولكنها غير مستعدة لأسباب حقيقة، يعني يجب أن نغوص عميقا بقراءة الصورة الأمريكية وسياسة الخارجية الأمريكية والدولة العميقة في أمريكا لكي نفهم أبعاد ودوافع هذا السلوك.
نعم، ولكن دكتور أحمد، يعني الحقيقة إنه الصوت الأمريكي أو الإدارة الأمريكية بصورة عامة دائما ما تطرح مسألة الدعم المطلق ولا محدود، والحقيقة إنه جو بايدن قالها ومن قبله ترامب، وعاد ترامب من جديد المرشح الرئاسي ليقولها ثانية، وكذلك كاميلا هاريس وكذلك أنتوني بلينكن وزير الخارجية، الجميع يؤكد على الموقف الثابت والدعم الثابت لإسرائيل. فإذا كنت تعول حضرتك على الموقف الأمريكي، فكيف يمكن أن تمارس نوعا من أنواع الضغط على القيادة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية في حلحلة هذا الوضع المعقد منذ 10 أشهر؟ يعني حقيقة أنا لا أعول على الدور الأمريكي، أنا أحمل أمريكا مسؤولية التوتر أو جزء كبير من المشروع الصهيوني في المنطقة، ودولة إسرائيل لها أب روحي وهو المملكة المتحدة بريطانيا، واليوم أصدرت بريطانيا أوامرها بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح. إذا مطلوب الإدارة الأمريكية أن تصحو من قهوتها وأن تنظر إلى العالم وأن تنظر إلى التغييرات التي تسود العالم، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص واضح بأنه النظرة الأمريكية لها نظرة مشوشة، لم تلتقط بعد المتغيرات التي حصلت في العقدين الماضيين في المنطقة، ولذلك نشاهد السلوك الأمريكي تجاه إسرائيل وتجاه الأطراف العربية والفلسطينية مشابه تماما إلى ما كان عليه قبل أكثر من 20 و30 عاما. إذا الولايات المتحدة يبدو بأنها تشعر بأزمة كوبا جديدة تهدد مصالحها، لذلك تذهب إلى هذا التوتير أو على الأقل إلى إدخال ما يطلق عليه المحور الذي تعتبر روسيا جزء منه إلى حالة فوضى، إلى حالة غليان، إلى حالة صدام، وهي بالمفهوم الجغرافي. يعني الولايات المتحدة بمنأى، إذا ما استثنينا مصالحها في المنطقة، هي حقيقة بمنأى عن التهديدات والمخاطر الأمنية والعسكرية، وبالتالي بكل تأكيد هي ستتحول إلى قوة وطاقة منتجة منافسة للصين، تسعى لتحويل منطقة الشرق الأوسط وفقا للنظرية الرأسمالية إلى أسواق لمنتجاتها. إذا السلوك الأمريكي أو السياسة الأمريكية ما زالت تتبع النهج نفسه الذي كانت تتبعه إبان الحرب الباردة قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وكذلك المتغيرات التي حصلت في العراق قبل وبعد الدولة العراقية والرئيس صدام حسين. هذه المتغيرات واضح من السلوك الأمريكي أنها لم تتغير على الإطلاق، وأن إسرائيل ما زالت هي البقرة المقدسة. داخل إسرائيل يعتبر الجيش بقرة مقدسة، ولكن في العالم يبدو بأن إسرائيل تشكل بقرة مقدسة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وصلنا على القرار فيه. نعم دكتور أحمد شديد، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضافة والمتابعة، شكرا جزيلا. أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا بإسرائيل، وأفادت مصادر إسرائيلية بإصابة 6 أشخاص بينهم 2 في حالة حرجة جراء قصف من حزب الله على نهاريا وحيفا والجليل الأعلى. في المقابل ارتفع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون جنوب لبنان إلى 5 قتلى، وكان حزب الله قد أعلن أن قواته قصفت مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم شمال إسرائيل بالأسلحة، كما استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين قرب موقع بركاتريسا بالصواريخ. للمتابعة والتعليق تنضم إلينا الكاتبة والباحثة السياسية أستاذة إيمان شويخ، أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. تحية لك ولجميع المشاهدين. أستاذة إيمان، اليوم وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره اللبناني، تم التطرق إلى فكرة دعم لبنان بشكل كبير والتأكيد على سيادة لبنان وعلى حق الشعب اللبناني في أمنه وأمانه. هذا هو موقف مصر الثابت تجاه لبنان بالتأكيد، ولكن أيضا وزير الخارجية اللبناني أشار كذلك إلى الثناء على الموقف المصري وأكد على مجموعة من النقاط. بداية، كيف رأيت أو تابعت حضرتك المؤتمر الصحفي الذي عقد بين وزيرا الخارجية؟ بطبيعة الحال مصر دائما يعني لا تألو جهدا في محاولة رأب الصدر سواء بين القوى اللبنانية أو بين يعني حزب الله وإسرائيل، كون طبعا مصر شريك أساسي في المفاوضات التي كانت قائمة للحرب. وبالتالي ما تعمل عليه مصر اليوم هو
أن تحاول الحكومة اللبنانية إقناع حزب الله بأن لا يخرج الرد عن السيطرة ويجر الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وخاصة يعني أن اليوم الحكومة اللبنانية لا تمتلك سوى الدور الخفيف جدا أو التأثير الضعيف على حزب الله، إنما يمكن لهذه الحكومة وبمساعي مصرية ودولية أن تقنع الحزب بأن يكون الرد منفصل عن الردود يعني التي تنتمي إلى وحدة الساحات. هذا الأمر إذا ما تم وإذا ما نجحت الحكومة اللبنانية بإقناع الحزب بأن يكون الرد منفصل، حينها يمكن تجنيب لبنان اللعبة الإقليمية يعني استعمال لبنان كساحة لإيصال الرسائل. لذلك أعتقد اليوم أن ما حصل اليوم في هذا المؤتمر بين وزيري خارجية لبنان ومصر إذا بني عليه لابد أن يثمر يعني نتائج إيجابية ستؤدي بطبيعة الحال إلى ربما تغيير في مجرى الأمور التي لا أحد يمكنه اليوم التكهن بما ستكون عليه، وخاصة أننا بدأنا ب يعني سلسلة ربما ما حصل اليوم في ميسدون والرد على نهارية قد يكون ربما جزء من هذا الرد، ولكن طبعا هذا الأمر ليس مؤكد لأنه هنالك انتظار يعني بكلمة الأمين العام لحزب الله بعد حوالي ساعة ونصف في ذكرى أسبوع اغتيال القائد العسكري فؤاد شوقي. طيب أستاذة إيمان، اسمحي لي أن أستخدم مصطلح حضرتك أو ما استخدمتيه حضرتك من تعبير، وهو ساحة لإيصال الرسائل، وتقصدين هنا لبنان بالتأكيد أو الأراضي اللبنانية، ساحة لإيصال الرسائل. إلى أي مدى ترين حضرتك أنه الوضع الاقتصادي والسياسي لبنان هو ما أدى إلى أن تكون لبنان ساحة لإيصال الرسائل؟ طبعا يعني وأعود مرة أخرى للدور المصري في موضوع الملف الرئاسي واللجنة الخماسية التي مصر هي جزء منها في التي تعمل على يعني إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهو يعني المضحك المبكي أن يكون لبنان غير قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وأن تكون القوى السياسية غير قادرة على الإيصال إلى التوافق والاتفاق على مرشح رئاسي. لذلك هذا الأمر شرع الأبواب، طبعا الجهود المصرية مشكورة في هذا الإطار، ولكن شرع الأبواب أمام قوى إقليمية أخرى لديها مصالح ليست في صالح لبنان أن تجعل هذا البلد الضعيف والمنهار ساحة يعني الرد وللرد المقابل ويعني للصراعات من كافة الأشكال، بحجج أنه هي خدمة قد تكون للقضية الفلسطينية أو يعني المساندة وما إلى ذلك. لذلك أعتقد اليوم أنه يعني كما قيل في المؤتمر الأفضل الذهاب إلى الجهود الدبلوماسية وتطبيق القرارات الدولية، وخاصة القرار 1701 الذي يجنب لبنان ويلات الحرب التي إذا حصلت سوف يعني هي بدأت هذه النتائج الكارثية بإلغاء الكثير من رحلات السياح إلى لبنان، والسياحة هي مصدر هام جدا للاقتصاد ورافد للاقتصاد، إضافة طبعا إلى الأزمة الكبيرة في الجنوب المليارات الدولارات والنزوح، وخاصة يعني نصف الشعب اللبناني يقبع تحت خط الفقر وهو غير قادر على الحصول على مسكن في غير الجنوب. إذن هذه الأعباء كلها تفرض على الحكومة إعلان حال الطوارئ و الذهاب أكثر في اتجاه الحلول الدبلوماسية. نعم، ولكن أستاذة إيمان، مع التصعيد الإسرائيلي المستمر والاشتباك الدائم مع حزب الله في الجنوب اللبناني، وأخيرا سلسلة الاغتيالات التي قام بها، ومن ناحية أخرى الرد من إيران والرد كذلك من المرشد العام وكذلك من حسن نصر الله، سواء رد من علي خامنئي أو حسن نصر الله، كلاهما أكد على فكرة الرد الحتمي. فبرأي حضرتك، بعيدا عن فكرة التصعيد أو فكرة الردود أو التهديدات والوعيد المستمر من قبل إيران، نحن على شفا حرب من الممكن أن تكون شاملة أم أن المسألة ستبقى فقط في إطار الضرب والضربة المضادة؟ يعني بالرغم من عدم استبعاد احتمالية نشوب حرب، إلا أنني لازلت أؤمن أن التسوية تكون قريبة،
وستكون في النهاية، لأنه إذا تحدثنا عن إسرائيل، الجيش الإسرائيلي لم يعد لديه القدرة التي كانت لديه في أول الحرب، في بداية الحرب. لذلك هذا الأمر، ويعني أيضا إذا أجرينا مقارنة بين قدرات حزب الله وقدرات حماس على المستوى العسكري، فإن قدرات الحزب طبعا تفوق قدرات حماس، وهي مدعومة من إيران ومن كل محور الممانعة، وهذا الأمر برأيي يخيف إسرائيل. في المقابل أيضا حزب الله لا يريد أن يدخل في صراع مع إسرائيل، لأنه يعلم أن اليوم استراتيجية إسرائيل هي استراتيجية انتقامية على غرار الاستراتيجية الانتقامية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 من سبتمبر، والتي هي كانت ربما يعني دعسة ناقصة، ونصح نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أن لا يعاد هذا السيناريو، لأن الانتقام سوف يعود يعني على إسرائيل بالكثير من الويلات، ولو أن نتنياهو اليوم يعتقد أنه منتصر وأن الظروف باتت لمصلحته. لذلك فإن كلا الطرفين اليوم يعيدان حسابهما من أجل تجنب هذه الحرب، لكن اللعب على حافة الهاوية يعني دونه الكثير من الأخطاء يعني والدنيا بالتأكيد سيكون خاسر. طبعا بطبيعة الحال الخاسر الأكبر هو سيكون الشعب اللبناني، ولكن أيضا سيكون هنالك خسائر لدى الجانبين، وسيكون من الصعب جدا يعني إذا كان من السهل الدخول في هذه الحرب إنه لكنه من الصعب جدا الخروج منها. لذلك أعتقد اليوم أن هنالك يعني جهد كبير من قبل الطرفين اللذين طبعا يحاولان القيام بالمناورة والاستعراض العسكري وإظهار ما لديهما من قدرات، إنما الاتجاه أكثر سيكون باتجاه اللجم، وأقله أن يكون رد حزب الله منفصل عن رد الجبهات الأخرى، لأن حيثيات يعني الرد من لبنان مختلفة. إذا ما كان هنالك رد موحد من لبنان مع كل الساحات سنكون أمام حرب إقليمية، ولكن إذا كان الرد منفصل كما حصل مثلا بالأمس في الضربة على قاعدة عين الأسد، أعتقد أن الأمور ستبقى يعني كما كانت ربما قبل الاغتيالين، اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية، ونعود إلى نوع من الاستنزاف ريثما يعاد وضع المفاوضات بين حماس وإسرائيل على طبعا الطاولة بعد انتخاب خلف لإسماعيل هنية وما إلى ذلك. أستاذ يعني أيمان الشويخ الباحثة السياسية، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وهذه الإفادة. بالتأكيد شكرا لحضرتك، وبتمنى أن تهدأ الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لأنها بالتأكيد لا تحتمل مزيد من العنف، ولا تحتمل أي دولة في المنطقة أن يتسع نطاق الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله. بالتأكيد نطمح إلى السلام، بالتأكيد ندعو إلى السلام، وبالتأكيد نستحق السلام. إلى اللقاء.